وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج رواد الاعمال مثل ما عودناكم دائما مشاهدينا بكل حلقه عم بيكون معنا ضيف جديد و جديد بقلب الامارات العربيه المتحده، اليوم عم نسلط الضوء على رجال الاعمال وسيدات الاعمال بمشاريعهم وشركاتهم، معنا ضيف اليوم وضيف الحلقه الدكتور محمد الشرقاوي وهو صاحب ومدير المركز الدولي للاداره والدراسات، يسعد صباحك. أهلا, اهلا وسهلا بكم وتشرفتونا يعني وبحضرتك. أهلا. استاذ محمد نحن نخبر الساده المشاهدين عن حضرتك جنسيتك وعن شركتك انا الدكتور محمد الشرقاوي مصري الجنسيه شركتي فاتح مركز تدريب اسمه مركز الدولي للاداره والدراسات احنا متخصصين في الدورات التدريبيه والدبلومات المهنيه بالتعاون مع طبعا احنا وكيل حصري لجامعة القاهرة طبعا جامعة عريقة ومعروفة بنقدم جميع البرامج الدورات التسويق الإدارة المحاسبة في دبلومات مهنية برضو متعددة احنا في الإمارات متواجدين من 2004 من بداية تأسيس النشاط كان بداية مؤسس النشاط طبعا الوالد دكتور فتح الشرقاوي بس ده موجز كده عن النشاط جميل. يعني نحكي اليوم عن الهدف انه شو اهدافكم من خلال انه انتو المركز الدولي الادارة والدراسات اكيد له اهداف وابعاد الهدف من افتتاحكم هيك مركز هو الاهداف في الاول في البدايه طبعا نشر التعليم وخلق فرص جديده في سوق العمل طبعا الدورات المهنيه تعتمد ان الـ يعني في بيبقى خريجين جامعه بس مثلا مغير مجال دراسته عاوز يفتح مجال جديد فبيبقى فيه دبلومة تعريفية ان هو لو هيغير اتجاه عمله في مثلا لو هو خريج كلية معينة حب يدرس محاسبة حب يخش في اي مجال اخر بيغير المجال بتاعه نعم بس هو بيحصل في الاخر على شهادة طبعا معتمدة من جامعة زي جامعة القاهرة بس ده بداية اهداف النشاط يعني أكيد جميل جدا، آه. شو اللي بيميز المركز الدولي للدراسات اليوم والادارة؟ شو اللي بيميزكم عن غيركم في ظل انه هو أكيد اللي بيميزنا إن إحنا طبعاً إحنا كوكيل حصري للجامعة إن إحنا البرامج أو الدورات اللي إحنا بنقدمها إحنا متخصصين فيها وإحنا الوحيدين في دولة الإمارات كوكيل لجامعة القاهرة ما فيش منافسين ما في منافسين ما فيش منافسين إن شاء الله يا رب هيك دائماً على مثل ما بيقولوا إنه نشوف اسمكم بالعالي بما انه انتم الوحيدين ان شاء الله إن شاء الله الخطط المستقبليه في عندكم خطط مستقبليه انتم حاطينها فيما بعد انه تطوروا من خلال المركز عندكم في اي تطويرات جديده راح تضيفوها هو اكيد في طبعا تطويرات ومجالات كتير بالتعاون طبعا مع الكادر بتاع الجامعه وجامعه القاهره عاوزين هم بيوسعوا في مجالات الدراسه ومجالات الدورات بحيث ان احنا ننشر جميع البرامج التعليميه طبعا بيبقى في خطط محطوطه من خلال الدكاتره والمؤهلين للكلام ده من الجامعه بنشر البرامج ديت وممكن نخش بعد كده في برامج دراسيه كمتخصصه زي بكالوريوسات مهنيه وماستر ودكتوراه مهنيه جميل جدا الامن والامان ان شاء الله هيك دائما بيضل عامر بقلب بقلب ارض الامارات العربيه المتحده استاذ الكريم اليوم خلينا نحكي عن رسالتك وشكرك ل طبعا دوله الامارات العربيه المتحده وليش اخترت الامارات العربيه المتحده بالتحديد لاقامه هيك مركز هو طبعا اولا بنشكر طبعا الساده الحكام وشيوخ الامارات لتوفير فرص العمل المستثمرين ان يفتحوا مشاريعهم هنا اول حاجه طبعا سهوله الاجراءات ان الواحد لما بيحتاج يفتح اي مشروع يعني ممكن في يوم واحد بيفتح المشروع ويبدأ نشاطه مفيش تعقيدات مفيش اجراءات روتينيه طبعا استقرار البلد والامن ف... وهي بلد جاذبه للاستثمارات والمشاريع ف... فهي كل ديت كان من الدوافع اللي خلت الواحد ان هو يبدا نشاطه هنا هوت يعني. نعم آه طيب تواصل مع حضراتكم ومع المركز كيف يتم التواصل؟ ممكن نعطي لوكيشن عبر الكاميرا او رقم تليفون يقدروا الاخوه المشاهدين عبر الشاشه يقدروا يتواصلوا معكم؟ احنا متواجدين في إمارة في إمارة عجمان على كورنيش عجمان التواصل عن طريق صفحة الفيس المركز الدولي للإدارة أو مركز جامعة القاهرة للتعليم الإلكتروني الأرقام التليفونات صفر خمسين ستة اثنين ستة واحد سبعة ستة واحد والأرضي زيرو ستة سبعة أربعة سبعة ثمانية خمسة واحد او عن طريق موقع الويب سايت بتاع الجامعه ou.cu.edu.eg اكيد ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق بالمركز الدولي للاداره والدراسات وان شاء الله مو بس بنشوفه بعجمان بجميع الامارات الموجوده بقلب ارض الامارات العربيه المتحده كل الشكر لك الدكتور محمد الشرقاوي صاحب ومدير المركز الدولي للاداره والدراسات الله يخليكم مشكورين جدا الى هنا ونكون وصلنا واياكم مشاهدينا الى ختام حلقه اليوم من برنامج رواد الاعمال نلقاكم بخير الى اللقاء